يبقى احنا عايزين ناكد تمام ان احنا ولو داخلين كده وعملنا كده على النيم هتلاقوا العنوان اتغير. العنوان اتغير بقى كذا 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 انتريز سلاش زيرو سلاش ام بنيم دوت جيسون يجيب لك الاسماء. لو انت عايز بس حته من البيانات هتمشي بنفس الفكر بالظبط. تمشي بنفس الفكر لو عايز تجربها هنا اعمل ريكوست وتقول له ايه؟ سلاش زيرو او واحد او اثنين امبلين دوت كوماند دوت جيس اللي هي الفكره البسيطه العبيطه عشان حطينا دي كمش علاقه في المكونه يعني بس اهو اللي موجود سيم فجاب لي زي ما انت شايف بس اوبجكت شايل النيم اشتغل بقى انت عليه مش قضيته اوبجكت بس اسمه النيم هو والباقي انت مش عايز تشتغل عليه قد تكون بس مش عايز سالري عايز تشتغل على حاجه معينه عايز تفتح لواحد حاجه معينه بس يشوفها تمام مش عايز توري له المرتبات مش عايز توري مش عارف ايه فعايز توري له حاجات معينه ايه يعني بيديك ان كده شغلها دي الاسلوب بتاعها يعني. طبعا انا مش محتاج اجربها لان لو اخدت كده بس هنا عندي على بس خلاص مفهوم انا بعت له بس والداتا اللي جات لي بقت معروفه ان هي داتا مختلفه بس العمليه بالنسبه لي كلها جت دي مفشش. طيب لو انا عاوز ابوست لو انا عاوز ابوست فهمت لو انا عايز ابوست اعمل ايه؟ طيب هو على العنوان بتاع الانكريز انت ممكن تعمل بوست تعالى نجرب على هنا عايز اقول له انا عايز اد ريكوست اد نيو سمبل انكريز مش عايز بقى اخش في تفاصيله كلها لكن عايز اد بس الشكل البسيط واتكلم على شويه حاجات لازم اغيرها اول حاجه تكون نوع بوست عارفين الاد بوست تمام طيب دي حاجة، الحاجة الثانية ادي انكريز اهي تمام ممكن اقول رقم 2 دوت جيسون تمام وبكده انا بقاد على نمبر 2 تمام وممكن في البادي ابعت بيانات طبعا في عندي اشكال كتير في منهم ان انا اقول له والله انا رو ديتا انا هكتب بداية وهبعتها كجيسون كده هو اكتب الجيسون اللي انا عايزه اللي انا عايز ابعته كديتا لا انا عايز ابعته ده ديت كبيانات يعني لو انا عندي مثلا ده قلت له مثلا هاخد ده هذا واحد اهو صح؟ ده شخص اوبجكت كامل اهو بالجسم قلت له ماشي انا تيست هنا واشوف لو في اي حاجه ناقصاني ام باي دي قلت له خلي دوت ام باي دي رقم 2 ديبارتمنت رقم 1 ماشي وقلت له ناخد مثلا محمد حسن وارقام التليفونات ماشي الحال نديله 9 ساعات ونديله هنا برضه 3 ساعات نميزه بيهم والبروجكتس قلت له 90 ساعة وبروجكتين 9 ساعات بس ناقصنا نقفل الاوبجكت اقفله صح اهو الباقي القفله بتاعت الاوبجكت ذات نفسه تمام انا كونت كده الجيسون فايل لو احنا مش شايفينه كويس انا ممكن اعمل كده اهو بقى انكلي اي دي رقم 2 ديبارتمنت رقم 1 ام بي نيم بعت له محمد حسن والفون حطيت له تليفونين والبروجكت بروجكت شغال في 90 ساعه والبروجكت الثاني شغال في 9 ساعات يعني وقفلت الاوبجكت على كده اوبجكت واحد بس بتاع انكلي واحد تعال نجرب انا عامله بوست ومتعامل سنت اولا قال لي 400 باد ريكوست يعني 400 معناها ان انا الريكوست بتاعي فيه غلطه تمام يعني انت قلت لنا بيانات مش جايه بشكل سليم ورد عليا بجيسون معروف شايل كلمه ايرور وقال لي انفاليد داتا وقال لي could not a parse json object انا مش عارف اعالج او اقرا الجيسون اللي جايه لي او الاري او الفاليو اللي انت بعتها ايا كانت ايه هي هو مش عارف يبرصها يعني مش عارف يقراها بشكل سليم مش عارف يقراها بشكل سليم قلت له ماشي على المهم هو ما قدرش يقراها قلت له لو انا جيت عملت ام مثلا وجيت قلت له الديبارتمنت
رقم واحد، بس مش هحط بيت البيانات ومش عامل سند. قال لي برضو انا انت باد ريكوست، انا مش قادر افهم البيانات اللي انت بعتها لي على العنوان ده خالص، خلاص مش قادر يفهم البيانات المبعوثه على العنوان ده، خلاص مش قادر يتوصل ليها او مش قادر يعني يحسن معالجه البيانات الخاصه بالعنوان اللي انت باعته له بشكل ايه؟ بشكل مباشر ده. طيب نفهم من ده ايه؟ نفهم ان احنا عندنا مشكله ما مخليها مش قادر يفهم شكل البيانات اللي احنا عايزين نبعتها. مش قادر يفهم شكل البيانات بتاعتنا ايه؟ احنا عايزين نبعتها. طبعا هو للاسف مش مديني تفصيل واضح لايه المشكله اللي عندك في البيانات او كلام زي كده، لكن هكذا بقى يعني هو ده اللي حصل. يعني هو مديك البيانات بشكل، قلت له ماشي احنا محتاجين نعمل ده، نعمل ده بالظبط ونشوف هل هنقدر ننفذه ولا لا. انا عايز اوصل برضه في الاول وفي الاخر ليه المنظر ده، انا عايز ابعت البيانات بنفس الشكل بتاع البوست ده وابدا اشتغل عليه. فانا هقول له بوت، واقول لكم في فروق ما بين البوت وما بين ال، وفي خصوصيه كمان للبوت عن البوست في ال في الفاير بيس. طيب هو لو دخلت هنا في الهيدرز، طيب انا هو قايل هنا زي ما انتم شايفين قايل لكم اللي بدور عليه كونتنت تايب ابلكيشن على جيسون، يعني هو فاهم كويس جدا ان احنا شغالين جيسون وكله تمام عشان نقدر نعمل بوست على البيانات بدون مشاكل. هو فاهم ان احنا شغالين كونتنت تايب بتاعتنا جيسون، ودي اللي احنا بنكتبها لما نكون شغالين هنا من جوه البايثون. انا بس هدي سيف كده للاكزامبل اللي هنبدا نبنيه ان شاء الله. نعمل دي بوت هيبقى اسمه بقى ايه؟ اد بلي. خلاص هي نفس ان احنا هبديه هنا في البرامج في الدارمز تمام، واقول له ان انا عندي كونتنت تايب. كونتنت واقول له بتساوي بحط كده بقى الابلكيشن على جيسون. ليه بكتب دي؟ عشان اعرف السيرفر، دي لازم اعرف السيرفر كونتنت تايب سي كابيتال تي كابيتال ابلكيشن على جيسون عشان يبقى متفاهم ان البيانات اللي رايحه جايه هي كلها جيسون، فيبقى مستعد للبيانات بتاعتنا بشكل جيسون عشان يقدر يشتغل عليها، عشان يقدر يشتغل عليها. طيب هنا جيت قلت له لا احنا عايزين نشتغل عشان اد امبلي تمام، انا اد امبلي يبقى انا عايز اشتغل على بوست او بوت، وهقول لكم الفروق، هجرب لكم دي واجرب لكم دي واقول لكم ايه الفرق الرئيسي في العمليه دي بالظبط تمام. الاند بوينت بتاعتي شغاله معايا على ايه؟ الاخر الاي دي اللي انا عاوز اضيفه، وده برده ما فيهوش مشكله، اخر الاي دي اللي انا عايز اضيفه وده الصح، ان انا عايز اقول له انا عايز العب على العنوان ده عشان ما يبعتنيش على ان هو يلبس الانتريز كلها، مش عايز يرمي كل البيانات ويحط الجسم اللي انت بعته جديد، لا انا عايز يلبس اللي تحت الاي دي ده. وبالتالي لما انا اكون هنا اهو على اي دي مثلا زيرو، يبقى هو الجيسون اللي انت بعته، الداتا اللي انت بعتها كجيسون يعني، هترابلس الداتا دي وتتحط البيانات الجديده. لكن مش هيرابلس كله، لو انت بعتها على اليو ار ال اللي هو بتاع امبلويز ده عندهم مباشره، يبقى انت عندك امبلوي وعندك الثاني، فهو هيرابلس ده ويحط الجيسون الجديد على طول. لا انا عايز اشتغل على واحد بعينه، ولذلك انا هديله نفس الاي دي اللي هو رقم 2 او رقم 3 او رقم 4 او كلام زي كده. تمام؟ كويس جدا. وعملنا ان شغلنا بوست، وادي الاند بوينت. لما نيجي نرجع هنا كده هنلاقي ان احنا كاتبينها في الهيدرز تمام، مش كاتبينها في البارت، ولذلك احنا كده كتبناها غلط، كنا ناخدها صح نحطها في الايه؟ نحطها في الهيدرز مش في الايه؟ مش في البارت. البارت دي ممكن نبعت حاجات زي الاي دي بيساوي كذا، مش عارف منين بيساوي كذا، نبعت ايه زي حاجه بنسميها احنا كويري سترينج، زي فاريبلز وقيمتها يعني كي بي بيانات يعني. لكن هي فعلا الحاجات دي الاساسيه دي بتتحط في الهيدرز، الحاجات الاساسيه دي بتتحط في الايه؟ في الهيدرز. ده موضوعها السليم، ده موضوعها السليم كويس جدا. وقلنا لو الستاتس كود كانت مش بتساوي 200 فهقول له البوست على الامبلويز هاز ايرور، فيها مشكله. طيب
المفروض ما تطلعش نل، مفيش حاجه اسمها المفروض تطلع نل. انا بقى على البيانات المفروض ان الفاير بيس شغاله بانك ما تبعت جيسون ديتا كامله وترد عليك بالايه بالنتيجه بتاعتها اللي هي الجيسون ديتا بس المتعدله او اللي حصل لها ابديت فعلي على الايه على السيرفر، تمام، على السيرفر بتاعك. طيب تبقى لنا البيانات، تبقى لينا هنا البيانات بتاعتنا اللي احنا عايزين نضيفها. هنا احنا كنا بنعرضها، كل الكلام ده ما ينفعش، كل الكلام العرض ده ما ينفعش، عايزين نضيفها اصلا، نكونها كجيسون ونبعتها بشكل صحيح. عشان نكونها احنا محتاجين ناخد الامب اي دي، مش بس محتاجين ناخد الفيرست، صح؟ فيرست مين؟ ليه؟ لان انا عايز اكون البيانات دي كلها، اكون منها الجسم اللي انا هبعته، اشوف انا هبعته ده ازاي واشوف البوست مان هيقبله ازاي. قلت له لاست نيم، ايه تاني؟ الديبارتمنت، يعني انتوا تزعلوا من الكيبورد بتاعك بس انا بحبها يعني. الديبارتمنت طيب، وبعد كده ايه؟ ايه تاني؟ فونز ولا ايه؟ دي 1 2 3 4 صح؟ فونز، فونز قصه. قمت هناك كذا رقم، ولذلك انا عايز اعمل لوب اخد من اليوزر ارقام تليفونات واجمعهم جوه ليست. يبقى انا عندي هعمل كده ليست اسمها فونز، صح ولا ايه؟ واعمل لوب اللي هي مستمره مباشره اللي بنسميها الدو وايل. احنا بنعملها ازاي هنا في دي؟ بنعملها وايل ترو، صح؟ الوايل ترو يعني لف بقى وانا بخرج بالبريك ومعين له ايه؟ فون بيساوي، وهقول له اللي هو نفس الفترة بتاع اللي فوق بس على فون، هلو انتر امبلوي فون، اور ويديله حاجة عشان لو عايز يخرج، اور نو تو اكزيت، او دوس نو لو انت مش عايز تحط تليفونات تاني. وهنا قبل ما بضيف بختبر، بقول له اف ان الفون لو ايكوال نو اقول له بريك خلاص، لو ايكوال نو خلاص ما تكملش. لو عداها طبعا ما تكملش، دي ما تكملش اللوب. لو عداها معناها ان هي رقم عادي، يبقى في حاله هضيفها على الايه؟ على الفونز، وبالتالي هقول له فونز دوت ابند، صح؟ فونز دوت ابند مين؟ الفون الرقم اللي هو دخله. فازاي كان عمال ايه؟ اخد رقم في تليفون في رقم في تليفون في رقم في تليفون، وقت لما اجمع الليسته بتاعتي بالشكل ده بكمل له الفونز، كمل له لسته الفونز، صح؟ حلو.